هيدلاينز. نبدأ بجريدة الشروق اللي تكتب وزيرة المالية سهام نمصية تقول تونس سددت كل ديونها لسنة 2023. الكيان الصهيوني خسر سلاح الداعمين في أوروبا، هذا بعد سقوط قناع التضليل الإعلامي. حدث تاريخي، العالم يقاضي إسرائيل، 80,000 صهيوني يخلون المستوطنات والحرب مع حزب الله تقترب. نجاح طبي في المنستير أو العملية زرع نخاع عظمي بمستشفى فاطومة بورقيبة. جريدة المغرب تكتب المعضلة التونسية في سنة 2024 للاستحقاق الرئاسي، هل تقسيم السياسة والانتخابات دون نقاش عام؟ الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات يقول في تصريحه للمغرب وضع قانون أساسي ينظم العلاقة بين المجالس إما باقتراح من رئاسة الجمهورية أو من 10 نواب. بعد 109 أيام من الحرب، ضغوط خارجية واضطرابات داخلية تربك نتنياهو خطة أوروبية من 10 نقاط لإيقاف الحرب في غزة وبحث حل الدولتين. جريدة الصباح تكتب 109 أيام من العدوان، غزة تتعرض لأسوأ قصف جوي بري. لحوم فاسدة ومواد غذائية غير صالحة، عشرات حالات تسمم بالمطاعم والمبيتات المدرسية. وزير التربية يكشف للصباح ملابسات تسمم 14 تلميذ بمطعم مدرسي في زغوان. فيما موقف الرئيس لا يتغير، ملف الأموال المنهوبة يراوح مكانه. رغم ارتفاع إيراداته خلال عام 2023 انتجنا من الفوسفات دون المأمول وبعيد عن الأهداف المرسومة. مورد من دولة آسيوية، حليب مركز لا يستجيب للمواصفات يغزو أسواقنا، هكا تكتب جريدة الصباح. احنا مازلنا مصلين معاكم في برنامج إكسبريسو، تود سويت نمشيو البيست براكتس.